رياضة جديدة استمتع زوار المونديال بمتابعتها في منطقة الشحانية وسط أجواء تراثية وثقافية، وكان أبطالها هذه المرة من الإبل، وقد شملت مسابقة لكرة اليد بين الهجانة لكنها تلعب من على ظهور الإبل. الفكرة القطرية المبتكرة والفريدة من نوعها لاقت استحسان مرتديها وشكلت فرصة لإبراز رياضة الهجن وتعريف جماهير العالم بها. أنا سعيد جدا، إنها تجربة رائعة. مارست كرة اليد من على ظهر الإبل. الرياضة التي استعرضت بعضا من التراث الثقافي لدولة قطر نجحت في بث حياة جديدة في الرياضة التقليدية لسباق الهجن لتشكل مزيجا فريدا من نوعه. أشعر بالسعادة لأنها تجربة جديدة لي في ممارسة تلك اللعبة. تحتاج إلى التحكم بنفسك وبالكرة في آن واحد، فمن الصعب التقاط الكرة وأنت على ظهر جملك. الفعالية أفرزت إنشاء أول أكاديمية للهجن في ظل الاهتمام الكبير الذي تحظى به سباقات الهجن في دول الجزيرة العربية، لتسهم بلا شك في إيصال الموروث الرياضي للأجيال المقبلة، على أمل أن تكون تلك المبادرة بداية جيدة لتطوير رياضة الآباء والأجداد والاستمرار في تنظيم بطولات كرة يد للهجن باستمرار.